ما زلت أعتقد سيد مقتدى سيد المقاومة على عناد الجميع. أقولها بكل صراحة، الاتهام هي محاولة البعض لصناعة انطباعات. هذا الاتهام الأول اللي قلت لك. هاي انطباعات. أنا أسأل سؤال، كل يتهمون أنه التيار الصدري سيطر على الحكومة، خلينا نطون اسم وزير صدري واحد واحد. وزير الصحة اتهموه صدري، وزير مستقل بامتياز. أنا شخصيا جبته، أنا جبته وزير الصحة، محافظ بنك المركزي يتهمون صدري، أنا جبته شخصيا. أحكيكم القصة، ثلاث مرشحين عندنا لمحافظ بنك المركزي، امرأة ورجلين. الامرأة احتضرت وهي تستحق أن تكون محافظة البنك المركزي، مهنية محترمة. الشخص الآخر احتضر، الشخص الثالث جو خبراء في مكتبي التقوا وياه قيموه تقييم إيجابي، ليست له علاقة. أما الاتهامات على التيار الصدري وأن رئيس الوزراء عند اتفاق ويا التيار الصدري كلها عبارة عن أكاذيب. أتحدى أي شخص يثبت لي أكو وزير عندي بالحكومة التيار الصدري، وزير واحد، جيبوا الوزير، في حين الآخرين أقدر أثبت لكم إيش كم وزير عندهم بالحكومة. أما الحديث، نعم سيد مقتدى كان له موقف وطني. الطلب الوحيد طلبه سيد مقتدى من عندي والتيار هو طلب واحد فقط، الآخرين ما حد مطلبه من عندي، وأقوله بكل شجاعة وأعرف حيزعلون الآخرين. قال بس دير بالك على العراق، هاي وصيته، الله محمد وعلي.